محب بس اللي فاكر. طب حد عارف النهاردة عن ايه؟ طيب بصوا، هو كتاب لطيف في حتة ان هو to the point في كذا نقطة. فاحنا النهاردة هنتكلم عن التقليد الكنسي. الهدف الكبير من الكتاب ان احنا no answer questions، يعني questions الخدام اللي بيروحوا بالذات يفتقدوا، او صراحة حتى أنا عندي أطفال صغيرة في البيت ممكن يجوا يسألوك سؤال عن التقليد أو سؤال عن الحياة الكنسية أو الأرثوذكسية in general. فالنهاردة التوبيك بتاع النهاردة أنا هنقول شوية كلام يعتبر شوية نظري، بس هو ليه يعني أبليكيشن عمل كتير في حياتنا، أن كل أطفالنا حتى بيسألوه، وناس كتيرة بتسألنا عن إيماننا. نقطة النهاردة بالذات نقطة مهمة في حاجة، ان احنا كتير بنتسأل طب دي جت منين. للأمانة انا كنت عارف الكلام ده، بس الكتاب يعني وضح الكلام ده اكتر. اكبر جزء اتقال ان المسيح ما كتبش ولا كلمة، يعني موسى كتب على لوح العهد 10 وصايا ونزل عطاهم للشعب. المسيح في كل تعليمه ما فيش ولا كلمة اتكتبت كتابة، يعني هو ما كتبش كلمة بإيده ولا قال أي حاجة. فبقي في ناس سمعته، ولما الناس سمعته اللي هم الرسل والتلاميذ ابتدوا هم اللي يكتبوا. ففي أول سؤال بيتسأل كتير قوي، إيه هو التقليد؟ إزاي نعرف التقليد ده مهم إزاي؟ يعني أنا بقول لكم بس الأسئلة، يعني هخلي الأسئلة شوية تبقى interesting شوية. يعني ففكرة التقليد دوا جه منين؟ يعني مين اللي استلم من مين؟ طيب لو هو كلام ده اتقال عن كلام عن المسيح، سؤال طبعا كل الأطفال حتى بيسألوه، طب هو احنا نعرف منين ان الكلام اللي اتقال عن فم المسيح هو المسيح فعلا اللي قاله؟ واخدين لبالكم؟ لان ده it's a second hand conversation writing. فدي نقطة مهمة، يعني مين اللي قال، مين اللي قال، ونضمن ازاي صحة الكلام ده، ان هي اللي اتقال ده كلام صح ولا غلط. وطيب اذا كان المسيح نفسه قاوم شوية من الفريسيين والمراؤون عشان هم ملتزمين بتقليد معين، ازاي نعرف نفرق التقليد اللي احنا مستلمينه مش هو التقليد اللي المسيح قاومه عن المراؤون والفريسيين؟ فدي I hope ان انتوا تلاقوا الأسئلة دي interesting، يعني احنا بنسأل الأسئلة دي hopefully ان هي make sense يعني. طيب كمان في الكنيسة في حاجة اسمها الدسقولية، وهي التقليد. ايه الفرق ما بين الكتاب المقدس ككتاب مكتوب والتقليد بتاعنا، وأيهما أصح، وهل هما بيكملوا بعض ولا بيضادوا بعض، وهل في كلام هنا مش مكتوب هنا، أو هل في كلام هنا مش مكتوب في الكتاب التاني؟ مين أهم للكنيسة، الكتاب ولا التقليد؟ وهل فكرة إن الكتاب المقدس يعني كافي بشكل عام، ولا إحنا محتاجين لكمان التقليد؟ في علم كامل في الكنيسة اللي بيحب يقرأ فيه، في حاجات اسمها أساسيات الدفاع الكنسي، وفي أباء أسقفة وأباء مطارنة متخصصين في النقطة دي، بيحاولوا إن هم يفسروا نقطة إن احنا كتير بنتهاجم حتى ككنيسة أرثوذكسية على نقطة التقليد دي، بينما اللي فاهم كويس في أساسيات الدفاع الكنسي والكلام عن الكنيسة بيستخدم التقليد للدفاع عن الكنيسة. احنا بنستخدم بيه ان احنا بنقول احنا كنيسة تقليدية. حتى في الفروقات الكبيرة مش احنا مثلا، يعني حتى لما نرجع لأصول الكنيسة في الدفاع الكنسي، مش احنا اللي انفصلنا في الخلقودنيين، احنا نعتبر غير خلقودنيين. فكل التقسيمات بتاعت الكنيسة والدفاع فيها حتة ان احنا بندافع عن التقليد وعن الكتاب المقدس، احنا مش بنضيف حاجة جديدة، احنا بس بنكمل الكتاب المقدس. وهو في اخر سؤال، هل تتضمن كتب العهد الجديد اي اشارة عن التقليد الكنسي؟ فاحنا قلنا 3 أسئلة دول I hope ان احنا نفكر فيهم كبريتست، عشان لما نسمع كلمة باشمهندس ميشيل نقدر نانسر الكويشنز دول. احنا قلنا ايه هو التقليد الكنسي، ماشي، ده اول سؤال. ازاي ابتدى
ويفرق ايه التقليد الكنسي عن التقليد اللي المسيح نفسه قومه بتاع المرؤون والفريسيين. وقلنا ايه اهميته كاساس للحياه الكنسيه او للحياه الارثوذكسيه، الكتاب ولا التقليد، هما بيكملوا بعض ولا هما في فرق ما بين الاثنين. واخر سؤال قلنا هل في اشارات في العهد الجديد عن التقليد المقدس ولا لا. ماشي، اي هوب ان تركزوا في الاسئله دي. ودكتور استاذ مشير بيتكلم عشان باشمهندس مشير بيتكلم عشان نقدر نجاوب على الاسئله دي مع بعض. ماشي، اللي عاوز يشرب قهوه يشرب قهوه عشان الموضوع دسم. بسم الله والابن والروح القدس الآن هاد امين. بشكرك دكتور انك اديتني فرصه ان اتعلم الموضوع دوت، موضوع التقليد واقرا عنه. وبعدين اكتشفت يا جماعه بعد ما قريت ان الموضوع كبير قوي وشيق وشائك وبيتكلم على هيستوري كبير جدا في الكنيسه. و موضوع الساعة في الخلافات الموجودة بين الناس دلوقتي بيتكلموا عن التقليد وإيه الصح وإيه الغلط ومين صح ومين غلط، أنا صح أنت غلط، إيه حكاية التقليد وإيه هو التقليد الكنسي أو هو التقليد العادي. فهناخد معلومة صغيرة عن التقليد. إيه هو التقليد في في اللغة العربية؟ يعني إيه التقليد؟ أي حد يعرف؟ إحنا عايزين نبقى interactive discussions. يعني إيه تقليد؟ يعني إيه تقليد؟ ما فيش wrong answer، يعني هل كل الأنسر صح؟ يعني تقليد يعني واحد بيقلد حد، مظبوط؟ ايه كمان تراديشن؟ حاجه غير مكتوبه، جميل. ايه كمان؟ المحاكاه، حلو قوي، مظبوط. ايه كمان؟ اللي عمله الاباء والاجداد، مظبوط. كل دي تفسيرات سليمه لكلمه التقليد. وانا جبت من جوجل، دلوقتي ما فيش جوجل بقى، في تشات جي بي تي. ما هو معنى التقليد؟ تكرار سلوك أو عادة معينة بناء على ما فعله الآخرون في الماضي ودون القيام بتحليل أو تقييم للسبب وراء هذا السلوك. أقوله تاني، تكرار سلوك أو عادة معينة بناء على ما فعله الآخرون في الماضي دون القيام بتحليل أو تقييم السبب وراء هذا السلوك. يبقى هذا التقليد في اللغة العربية. هل هو ده التقليد اللي بنتكلم عنه؟ في جون ممكن نقولها أو كلمات مظبوطة، بس بالشكل ده مش هو ده التقليد اللي نتكلم عنه. تقليد الكنيسة مش محاكاة لما فعله الآخرون بدون تقييم السبب وراء السلوك. ده التقليد السلوكي. إحنا توارثنا عادات وتقاليد بنطبقها في حياتنا، ده التقليد الإيه؟ السلوكي. طب إيه هو التقليد الكنسي؟ هي كلمة تقليد في اللغة العربية كلمة مش قوية. ولو قلنا تراديشن برضو بالانجليش برضو هي كلمة أقوى شوية، بس مش هو ده الفكر بتاعنا. هو تسليم، مظبوط. تقليد كنيستنا هو تسليم. تسليم من مين؟ من آخرين، مظبوط. مين هم الآخرون دول؟ جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل. طيب كتابيا الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مش مظبوط؟ هل فعلا لازم نؤمن بالتقليد؟ هل التقليد ده جزء من حياتنا الكنيسية؟ ايه اهمية التقليد في كنيساتنا؟ طب انهي تقليد هنمشي وراه؟ اسئلة كتير جدا بتدور في دماغنا ودارت في دماغي انا اول ما بديت احضر عن الموضوع ده. اول حاجة، التقليد ده ما تسلمناه من السيد المسيح. زي ما دكتور جورج قال، احنا المسيح ما جاش علشان يعطينا كتاب او يعطينا كلمة مكتوبة، هو الكلمة المتجسد الذي جاء ليعطينا الحياة. المسيح ما جاش عشان يعطينا كلمة مكتوبة، ما قالش بقى ايه في انبياء، انا زي يعني هو زي ما موسى تنبأ نبيا اخر ياتي من وسطكم اعظم مني ياتي منكم. هو برضه يقال عنه هو النبي، يقال عنه هو المسيح، هو ابن الله، هو الله المتجسد، كل الحاجات دي على السيد المسيح. بس هو ما جاش عشان يدينا تعاليم مكتوبة، جه عشان يدينا نفسه. واختار له 12 تلميذ، مظبوط، وسبعين رسول. الاتناشر تلميذ والسبعين رسول دول كانوا مسؤولين ان هم يوصلوا كلمة للناس كلها. قال لهم تكونوا شهود لي في اليهودية والسامرة وإلى كل الأرض. يبقى المسيح
سلم تلاميذه ايه؟ تعليم. يوحنا الرسول في اخر انجيل يوحنا يقول ايه؟ وامور كثيره ان كتبت كتب الدين دي كلها ما نساهاش. طلع في القرن ال 15 حركه جديده اسمها المصلحون بروتستانت، وكانوا بينادوا بحاجه اسمها السولا سكريبتورا، الكتاب المقدس وحده هو المصدر الرئيسي للتعليم. كلام حلو جدا، حد يقدر ينكر ان الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي للتعليم؟ بس الكلمه دي كان وراها حاجات كتير قوي، انكروا كل الاسرار. حتى مارتن لوثر قال لك في ثلاث اسرار انا بعترف فيهم، وكان راهب كاثوليكي، قال لك انا بعترف بثلاث اسرار بس، المعموديه والميون والافخارستيه، دول اللي هو بيعترف بيهم مارتن لوثر. وكان بيعترف ان ده جسد الرب ودمه. ذا كالفينست جم بعديه برضه قالوا احنا بنؤمن بالثلاث اسرار دول، وسائر الافخارستيه هو جسد الرب ودمه. اللي طلع بعد الكالفينست، الكالفينست اللي هي الكنيسه المشيخيه دلوقتي اللي موجوده في مصر، اللي هي كنيسه قصر دبار، كنيسه مشيخيه. فلما تسمع كنيسه المشيخيه دول هم الكالفينست، اللي هم اتباع كالفن تلميذ مارتن لوثر، دول اللي هم قالوا ثلاث اسرار، منهم سر التناول سر حقيقي وجسد الرب ودمه حقيقي. بس بعد الوقت مفيش طقس، مفيش صلاه، مفيش نظام، مفيش ترتيب، لغايه ما وصلنا over 50,000 branches بيسمى نفسهم بالكنيسه او يتبعوا فكر الكنيسه البروتستانتيه، واللي بيطلعوا دلوقتي يقولوا احنا نان دينومينيشن، هم بروتستانت بس بقى سموا نفسهم نان دينومينيشن، احنا ما عندناش اي دينومينيشن، احنا لوحدينا، كل واحد بيطلع لوحده بيعمل كنيسه دلوقتي. فالتعليم اللي المسيح سلمها لتلاميذه في جزء مهم جدا لازم نبقى فاهمينه، هي مش تعليم مجرد ان هو سلمها لهم وهم نسيوه. تعالوا نشوف مع بعض كده السيد المسيح لما رفض تقليد الشيوخ زي ما قال جورج، بعدين نخش على تقليد الكنسة. قال لهم فقط ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، قال لهم للفارسيين ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. وبنبوة أشعياء ايه؟ باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس. هو ده التقليد اللي كان موجود في اليهودية والمسيح كان ضده. بولس الرسول ايه؟ انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. يبقى في تقليد اسمه تقليد الناس وفي تقليد المسيح. ما هو التقليد؟ هو تسليم المسيح. انا ما بحبش استخدم كلمه تقليد قوي، لان التقليد تعني محاكاه. احنا نقول ما تسلمناه من الرسل وتسلمنا من اباء الكنيسه. يبقى التقليد المسلم من الناس دي عادات وتقاليد توارثناها. يعني مثلا قالوا ازاي تلاميذك ياكلوا بايد غير مغسوله، ده تقليد من الناس ان هو لازم ياكل بايده مغسوله، وهي حاجه مش وحشه، حاجه كويسه الناس تغسل قبل ما ياكل، يعني ما فيش مشكله. بس مش هو ده الايمان، مش هو ده اللي بيتهموا التلاميذ ان هم لا يتبعوا الله بسبب انهم بياكلوا بايد غير مغسوله، لان ابتدوا يركزوا على تقليد او تراديشن وتوارثوه من الناس ونسيوا كلام الله. يبقى التقليد المسلم من الله للتلاميذ في شويه فاكتورز لازم عارفين كويس ايه الفاكتورز دي. اول فاكتور للتقليد ان يكون متوافق مع ما كتب من التقليد. ونرجع بقى لكلمه ما كتب من التقليد، ايهما اسبق، التسليم المنقول، خلي بالنا التسليم المنقول ام التسليم المكتوب؟ وهو التسليم المنقول وهو التسليم المكتوب. ايه هو التسليم المنقول؟ التلاميذ قعدوا يعلموا شفاهة ويكلموا الناس لغاية ما ابتدوا يكتبوا الأناجيل والرسائل، مظبوط؟ يبقى عاشت الكنيسة فترة بتتسلم الإيمان إزاي؟ شفاهية. يبقى التقليد الشفاهي أو التقليد الإيه؟ المنقول. إيه هو التقليد المكتوب؟ الإنجيل بيسمى بالتقليد المكتوب، بس برضو نبقى حريصين جدا إحنا بقول كلمة التقليد المكتوب، لأن الإنجيل ليس تقليداً، هو الكتاب المقدس اللي بين ايدينا دوت، هو عمل الروح القدس في الكنيسه وفي تلاميذ المسيح بتدوينهم للتقليد المنقول اللي هم تنقلوه وكتبوه، وسمح الله بالجزء ده انه يكتب بالشكل ده. ونعرف ليه؟ علشان احنا يبقى عندنا ريفرنس. ما ينفعش يبقاش عندنا كله كلام منقول ومفيش عندنا ريفرنس.
فيبقى التقليد اول حاجه الايمان تسلمه الناس بايه؟ شفاهه من المسيح للتلاميذ. وفي يوم حلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50 حل الروح القدس وبالتالي يعملوا ايه؟ حاجات عجيبه جدا. بيتكلموا 14 لغه كتبت في الاصحاح الثاني في سفر اعمال الرسل 14 لغه. وبولس الرسول هو بطرس الرسول بيتكلم كان بيتكلم بلغه واحده وكان كل اللي واقفين بيسمعوه فاهمينه بالرغم ان هو بيتكلم بلغه واحده. وده كان عمل الروح القدس اللي جه على التلاميذ واعطاهم الحكمه واعطاهم بماذا يتكلمون. بنصلي كلنا في صلاه الساعه الثالثه الانجيل جميل قوي. الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتها لكم. يبقى التعليم اللي في الكنيسه ما اقدرش نقول ان هو تعليم بشري ولا بننكر عمل الروح القدس في الكنيسه. انا عارف ان في اسئله بتيجي في دماغكم كتير دلوقتي، طب ودلوقتي وايه اللي بيحصل؟ خلينا واحده واحده ناخدها من البدايه. التقليد هو او التسليم هو عمل الروح القدس في التلاميذ، احنا دلوقتي في فتره التلاميذ علشان ينقلونا الكلام عن مين خلصنا وحياتنا في المسيح. كويس كويس، حد عنده عطاء الكلام ده؟ المسيح قال لهم ايه؟ وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. الكرازه دي كانت بالايه؟ شفاهيه مش كده؟ الكرازه اللي كان شفاهيه. واللاجري ان كنا عندك كلمه مكتوبه حتى بعد ما كتبت الاناجيل ما كانش عند كل الناس الكلمه المكتوبه، مش كل البيوت يقدر ان هو يقتني انجيل او ياخد نسخه من الكتاب المقدس. مظبوط؟ فكان التناقل الايمان عن طريق ايه؟ التسليم. والتسليم هنا لازم نبقى واخدين بالنا كويس انه بعمل من الروح القدس اللي المسيح قال للتلاميذ هو يعلمكم وارسل لكم معزيا اخر يمكث معكم الى الابد. يبقى عمل الروح القدس في التلاميذ، احنا لسه فتره التلاميذ، هو اللي خلاهم يخرجوا يبشروا العالم كله. فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم واعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلمهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر امين. كان في بعد القيامه وقبل الصعود وهنشوف دوت في الخمسين تلميذي عمواس. تلميذي عمواس كانوا ماشيين وعمين يتكلموا ان كان في بقى يعني شخص بيقال ان هو المسيح وكان مشهودا له وعمل معجزات كتيره بس هو مات مش عارفين هو فين. هو ماشي معهم بيكلمهم وابتدى يكلمهم ويشرح لهم من الكتب المقدسه وقال لهم كلمه غريبه قوي. فقال لهم ايضا ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما بشركم به الانبياء، واما كان ان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده. ثم ابتدا من موسى وجميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه في جميع الكتب. الكلام ده كان قبل حلول الروح القدس على التلاميذ، عشان كده لسه الفكر الانساني البشري موجود ومش فاهمين. الروح القدس لما حل على التلاميذ فهمهم وقال لهم يتكلموا ازاي ويقولوا ايه، بس هنا المسيح كان بيشرح لهم الكتب المقدسه. في موضوع كنت بتكلم فيه قبل كده معاكم اسمه التايبولوجي اوف كرايست، ان الكتاب المقدس كله واحده واحده من سفر التكوين الى سفر الرؤيا بيتكلم عن مين. هو عمل الله في حياه الانسان من بدء الخليقه الى الابد. مظبوط؟ وفي واحد شخص بيدور حوله كل الكتاب المقدس اللي هو مين؟ شخص المسيح. لانه بيقول لهم من موسى ابتدى من موسى وجميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه في جميع الكتب. قال لهم ان موسى والانبياء تكلموا عني، كل ده كانوا بيكتبوا عني انا، كلهم كانوا بيكتبوا مستنيين حضوري. والمسيح علمنا ان رموزه في العهد القديم في ثلاث حاجات، نبوات واشخاص واشياء. هو بنفسه اتكلم عنهم، اتكلم عن النبوات اللي بترمز ليه او اللي بتحققت فيه، اتكلم عن الاشخاص اللي هم بيرمزوا ليه زي يونان النبي، اتكلم على اشياء ترمز ليه زي الحياه النحاسيه، وعرفنا الحاجات دي. وابتدا الاباء الكنيسه تنقلوا الكلام دوت يدهولنا. يبقى هنا بنشوف عمل الروح القدس فين؟ في التلاميذ.
هنقول الريفرنس بتاع الآية بتاعت يوحنا 14:26، أما روح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتهم لكم. وفي سفر الأعمال 1:8 بيقول إيه؟ ولكنكم ستنالون قوة متى حل روح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقاصي الأرض. يبقى أنا عمل روح القدس بيسلم التلاميذ ويعرفهم ويعلمهم ويقودهم ينقلونا إيه؟ إيماننا. لو قرينا يوحنا 14:16-20 تستمتعوا جدا بكلام المسيح عن نفسه وعن ثباتنا فيه وثباته في الآب. يقول له أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. بس عايز تقرأ الجزء الأولاني إن هو التعليم اللي سلمه المسيح للتلاميذ في يوحنا 16، يوحنا 14 من آية 16. في جملة عايزين نخلي بالنا منها، وقالها القديس أثناسيوس الرسول. إيه هو التقليد الكنسي؟ التقليد الكنسي زي ما قال أثناسيوس القديس أثناسيوس الرسولي هو البابا الكام؟ حد يفتكر القديس أثناسيوس كان البابا رقم كام؟ البابا العشرين. في عندنا تو كورنر ستونز كده في الآباء، يعني في علم الآبائيات محدش في كل العالم بيختلف عليهم، حتى اخواننا البروتستانت ما قدروش يختلف عليهم. القديس أثناسيوس الرسولي، القديس مين؟ كيرلس الكبير. أثناسيوس الرسولي هو البابا 20، القديس كيرلس الكبير البابا 24. وكلنا نعرف ان في حصل بعد البابا كيرلس حصل بقى الانقسام بين الكنيسه الاورينتال والايسترن، وبعد كده في الانقسام الكبير ده كان سنة 451، في الانقسام الكبير اللي حصل سنة 1054 بين الكنيسة في الكنيسة الغربية بين الكاثوليك والبروتستانت، الكاثوليك والأرثوذكس، أو اللي هم سموا نفسهم كاثوليك، ودول سموا نفسهم جريك أرثوذكس. في انقسام حصل، وكان بسرعة كده ليه الانقسام ده حصل وليه ربنا سمح به، برغم ان احنا نؤمن ان في التعليم كله منقول من الآباء بروح القدس. هقراكم جزء من رسالة القديس أثناسيوس إلى تلميذه أو إلى سرابيون. بيقول إيه؟ لنتأمل إذن في تقليد الكنيسة. القديس أثناسيوس اللي بيقول، ويقول جملة في الآخر يعني قوية جدا، أنا يعني استغربت أول لما قالها. رسالة القديس أثناسيوس إلى سرابيون، لنتأمل إذن في تقليد الكنيسة الجامعة منذ البدء وتعليمها وإيمانها التي أعطاها الرب وكرز به الرسل وحفظها الآباء. نقول تاني، منذ البدء وتعليمها وإيمانها التي أعطاها الرب. يبقى مين اللي أعطى التعليم؟ المسيح نفسه. وكرز به الرسل وحافظوا مين؟ هل الأباء، هل القديس أثناسيوس هل الأباء بيجددوا في التعليم ولا حافظوه بس؟ سمعنا كتير ناس كتير بتنادي بتجديد التعليم ومودرنايزت وإنتاج تعليمي جديد. واحد سوري يعني قال إنتاج لاهوتي جديد، يعني ما أعرفش قالها إزاي، يعني واحد مسيحي يعني قال لك ما فيش في كنيستنا القبطية إنتاج لاهوت، ما فيش في كنيستنا القبطية تجديد رسالة وتجديد تعليم. الكنيسة مش شغلتها إنها تدي إيمان جديد أو تطور الإيمان، الإيمان لا يتطور. علم اللاهوت أحبائي حصل فيه إيه؟ إيه السبب في إن علم اللاهوت بيتطور مع الوقت؟ ليس إنتاج اللاهوت زي ما الناس بتقول. إيه هو علم اللاهوت؟ علم اللاهوت هو علمنا عن الذات الإلهية. ليه مع الوقت بنلاقي بيزيد وبيتعمق وبيكبر؟ هل ده بسبب انه بيتغير ولا بسبب تاني؟ حد عارف ليه بنشوف ان علم اللاهوت كل شوية بيتسع؟ ايه السبب؟ الحوارات بتزيد والأفكار بتزيد والهرطقات بتزيد والفلسفات بتزيد، والكنيسة لازم تيجي ترد على كل ده. يعني لما طلع نسطور وقال ان المسيح كان شخص حل عليها روح القدس، رفضته الكنيسة. ما ينفعش. لما جه أريوس وقال ان المسيح مخلوق خلق في الزمن قبل المخلوقات كلها، وقفت ضد الكنيسة وابتدت ترد عليه، وابتدت تعليم الكنيسة يرد على هذه الفلسفات والهرطقات والبدع. علشان كده هو ده اللي بيسموه علم اللاهوت، بأن عمال يتسع ويكبر. لكن علمنا على الله هو ما أعلنه الله لنا وسلمه للرسل
أو وحفظه مين؟ الآباء. هقول الجملة الباقية بقى. أقراها من الأول وأكمل الجملة بتاعة القديس أثناسيوس الرسولي. نتأمل إذن في تقليد الكنيسة الجامعة منذ البدء وتعليمها وإيمانها التي أعطاها رب وكرز به الرسل وحفظها الآباء. على هذه تأسست الكنيسة. ومن يسقط من هذه السلسلة اللي هي إيه؟ تسليم المسيح للرسل، علم به المسيح، سلموا الرسل، حفظوا الآباء. اللي يسقط من هذه يحصل إيه؟ لا يعتبر بل ولا يكون مسيحيا. كلمة جامدة مش كده؟ ده كلام مين؟ واحد من أعظم آباء الكنيسة اللي ربنا حطهم في وقت كانت الكنيسة عليها حرب جديدة قوي. بس أنا فكرت في الجملة ديت، فأنا قلت طب أنا هرجع تاني للأساسيات اللي هو حطها. أعطاها رب، كرز به الرسل، حفظه الآباء. يبقى لو أنا أنكرت ما أعطاه رب مش مسيحي، ده اللي ربنا مسلمهولنا مدينهولنا. ما كرز به الرسل، لو أنا ما أمنتش بما كرز به الرسل هبقى مسيحي إزاي؟ وما حفظه الآباء، لو قلت ما حفظه الآباء من هذه التعليم مش موجود، يبقى أنا عملت إيه؟ فصلت نفسي عن الكنيسة، أو فصلت نفسي عن جسد المسيح. جميل؟ طبعا مش جميل، يعني في احنا شايفين الدنيا حوالينا اليوم دي بقى شكلها ايه. تعال نتكلم عن التقليد الشفهي. القديس بولس الرسول في رسالته بيقول ايه؟ اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. يوحنا الرسول في رسالته الاولى بيقول ايه؟ الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه فينا، واما شركتنا نحن مع الابن، مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح، لكي يكون لنا أيضا لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ده كلام قديس يوحنا رسول في رسالته الأولى. كل ده من إيه؟ تعليم الشفهي. قديس لوقا في بداية إنجيله قال جملة حلوة قوي. قال إيه قديس لوقا؟ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. في أمور متيقنة عندنا مش مكتوبة، لسه متيقنة، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة. فرأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأزل بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سأوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. واضح كلام. ابتدى الناس مع الوقت والشيطان يخش يبتدي يعمل ايه؟ يدخل تعليم غلط في الكنيسة. روح الله العامل في الكنيسة ابتدى يعمل ايه؟ خلى قديس لوقا ومتى ومرقس ويوحنا يكتبوا ايه؟ البشائر الأربعة. الأمور المتيقنة عندهم المسلمة ابتدى في ناس والشيطان بيخش يزرع زوان ويزرع كلام مش مظبوط، ممكن كلمة صغيرة ويكبروا عليها، ممكن ياخد كلمة من تعليم السليمة ويقولوا ويبنوا عليها تعليم غلط، ممكن ياخدوا كلمة من الكتاب المقدس دلوقتي ويفسروا عليه تفسير غلط. فعمل الروح القدس ابتدى يعمل ايه؟ قاد التلاميذ او الرسل لكتابة الامور المتيقنة والمسلمة اليهم. فهنا كان بداية ايه؟ التقليد المكتوب. اخذت التقليد الشفهي، التسليم بس التقليد، التسليم الشفهي من المسيح لتلاميذه بعمل روح القدس في التلاميذ يحصل ايه؟ يكتب. في رسالة كورنثوس 15:1 وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون، إذ كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا بأني سلمت لكم بما سلمت لكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح قد مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. بولس الرسول ابتدى يشوف كلام كتير غلط، ابتدى يعمل رسائل عشان يثبت الإيمان المسلم. ما
من احد المشاكل الكبيره اللي في كنائس حديثه او بروتستانتيه بتوقف قدامها هي مثلا سير الافخارستيه. يعني لما جيب مارتن لوثر وقال سولا سكريبتور، وكان عنده حق بينه وبينك، يعني كان حصل فتره في الكنيسه الكاثوليكيه حصل فيها دروب كبير قوي، ابتدى عشان ما يغلطوش البابا عملوا عصمه البابا، والبابا قال اللي فيه البرجاتوري، ابتدى بقى كلام كتير. الكنيسه التراديشنال اللي استلمته من المسيح مش موافقه عليه. هو شاف الكلام دوت، ولانه كان راهب وكان عنده قدره على قراءه اللغه اللاتينيه، قرا الكتاب المقدس وترجمه، تقريبا كان للغه بشكل الالمانيه ولا ايه، ترجم اللغه الكتاب المقدس، ولقى ان في كلام كتير من اللي بيعلموه ضد تعليم الكتاب المقدس، فخاف من التعليم كله، فانكر كل التعليم، وقال لك مفيش تعليم ولا تسليم، انا هؤمن بس بالسكريبتشرز الموجوده. كلام كويس. طب والتسليم اللي سلمناه، هو مش معنى ان الكنيسه اخطات ان انا انكر كل شيء. هو ما انكرش، هو انكر اغلب الحاجات، وجي على سير الافخارستيه وقال انا ما اقدرش، انا مش فاهم ازاي تحول الجسد والخمر او الخبز والخمر الى جسد ودم المسيح، واشترك ان انا اكل داخل الجسد ودم المسيح واثبت فيه واثبت فيه. قال لك هذا غير مفهوم بالنسبه لي، بس طالما قاله الرب انا مصدقه، طالما الرب قاله انا مصدقه. لا طلع بعد كده قال لك ايه، لا نفسر بقى تفسير تاني، ده هو اصله مش عارف جسد سماوي واحنا على الارض بنشترك، فلسفه جديده خالص وكلام جديد عمرنا ما سمعنا عنه، لدرجه انه وصل ان يبقى كمان ضد تعليم الكتاب المقدس. ليه؟ لان الناس انكرت تسليم الاباء او حفظ الاباء، مش تسليم الاباء، حفظ الاباء لما تسلموه من الرسل. احنا هنا بننكر عمل الروح القدس في الكنيسه. عشان ما اطولش عليكم، في جمله قريتها بس عايز اشاركها، اشارككم معايا بيها. ان التقليد المسلم من الله هو اعلان الله المباشر من خلال الحضور الشخصي ليسوع المسيح ابن الله المتجسد. يبقى التقليد المسلم من الله هو اعلان الله المباشر من خلال الحضور الشخصي ليسوع المسيح ابن الله المتجسد. احنا كل اسرار كنيستنا وكل حياتنا الكنسيه حوالين شخص المسيح، ان نثبت فيه ويثبت فينا لكي يعرفنا محبه الله الاب، ونثبت في الاب والابن بالروح القدس. انا بس عايز اخش على الكونكلوجن. تيموثاوس برضو بيقول، بولس الرسول بيقول للقديس تيموثاوس في رسالته الثانيه، وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع. كل كتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي للبر. اوعى حد يقول لكم ان كتاب تقليد مكتوب فهو بذلك اقل من التقليد المنقول. كتاب موحى به كتبه اناس الله مسوقين من الروح القدس. في ناس كتير طالع الايام دي وعاملين كريتيسيزم للكتاب المقدس ويحللوا الكلام ده صح والكلام ده غلط، ونسيوا ان الكلام ده كتبه اناس الله مسوقين بالروح القدس. بطرس في رسالته الثانيه بيقول لاننا لم نتبع خرافات مصنعه إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومحبته بكل بل كنا معينين عظمته. ويقول في آية 21، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى الكتاب كله موحى به وكتبه أناس الله مسوقين بالروح القدس. لو شككت في الكتاب أنا أشكك بعمل الروح القدس. وزي ما قلنا ان في تقليد منقول مسلم شفاهة، التقليد المسلم شفاهة كتب بعمل الروح القدس في الوقت اللي ابتدى الناس يعلموا تعاليم غير التعاليم اللي تسلمها الرسل من المسيح. فأيهما اعظم؟ في نسمع السؤال ده كتير، او أيهما افضل؟ What is the best reference؟ التقليد المنقول او المسلم ام التقليد المكتوب؟ معلش السؤال ملهوش معنى، الاثنين واحد.
أيهما أهم في الكنيسة، التقليد المنقول أو التقليد المكتوب؟ سؤال رقم اثنين، أيهما أهم كأساس الحياة الكنسية، الكتاب المقدس أم التقليد؟ احنا قلنا الكتاب المقدس هو التقليد المكتوب، والتقليد العادي اللي هو التسليم لسلامة الكنيسة، أيهما أهم؟ ما ينفعش السؤال السائل كده، السؤال ملوش معنى، السؤال فلسفيا مش مظبوط. أنا فصلت بين حاجتين هم حاجة واحدة، هو التقليد. أنا فصلت بين حاجتين هم حاجة واحدة، ما ينفعش أفصل بينهم. لما أجي أفصل بينهم زي ما سألوا ترامب، ما قالوا له بتؤمن بالقداس أنهي كتاب أحب إليك، العهد القديم ولا الجديد؟ اللي هم أنا بحب الاثنين، الاثنين زي بعض. هم مش اثنين، هم واحد. هم مش اثنين، هم واحد. التقليد هو التقليد، هو التسليم. وعمل الروح القدس هو عمل واحد مش عملين. أنا عارف إن في أسئلة كتيرة بتدور في ذهني وبتدور في ذهنكم، ليه حصل انفصال في الكنيسة مثلا؟ طب أنا أمشي ورا مين؟ بمنتهى البساطة أن التقليد المكتوب، لو في أي تعليم ضد ضد التقليد المكتوب، معلش مش هتبعه. لأن حتى التقليد اللي احنا خدناه من الكنيسة في أسرار الكنيسة وفي المعمودية وفي المهيئون، ده كله مسلم من الآباء، أو حفظه الآباء مسلم من الله للتلاميذ. يبقى الله علمه للتلاميذ، المسيح علمه للتلاميذ، والآباء عملوا فيه إيه؟ حفظوه، مش طوروه، مش حسنوه، مش جددوه. ده كلام مين؟ قديس أساسوس رسول، مش كلامي. أقوله تاني عشان بس نبقى إيه متأكدين من الكلام اللي قاله قديس أساسوس رسول. لنتأمل إذن في تقديد الكنيسة الجامعة منذ البدء وتعليمها وإيمانها التي أعطاها رب وكرز به الرسل وحفظها الآباء على هذه تأسيس الكنيسة. أعطاها رب، كرز به الرسل، حفظها الآباء. ثلاث جمل، أعطاها رب، حفظها، أعطاها رب، كرز به الرسل، حفظها الآباء على هذه تأسيس الكنيسة، ومن يسقط من هذه لا يعتبر بل ولا يكون مسيحيا. ده كلوجة مش بتاعي، بتاع قديس أساسوس رسول. أنا عارف إن في أسئلة كتير، أتمنى ما كنتش طولت عليكم يعني. لو في أي أسئلة، أنا عندي كم دقيقة باقيين. لا أنا خلصت كتير، بقى كتير. حكاية تسليم، الحقيقة كل مرة أسمع التسليم بفتكر تسليم الألحان. إزاي إن الواحد لما بيستلم لحن لازم ياخده هزة هزة بالظبط، يعني مش كفاية إن هو يسمعه مرة وخلاص يعني. فبالظبط لما يكون التقليد المقدس أو التسليم المقدس كده، هو يعني كل حاجة بتتعمل بالظبط زي ما استلموها يعني. كلمة ان يعني ليه احنا في احنا كشمامسة، يعني ليه احنا في الشمامسة بندقق قوي في اللحن وفي الهزات؟ بمنتهى البساطة، لو عندكم بتروحوا اوبرا كبيرة وبيغنوا او بيقولوا بالصوت هامينج او بيعملوا اي باك جراوند، وفي كذا لير وفي كذا انواع صوت من تنور لسوبرانو، كلهم بيقولوا ان هارموني. لو واحد في النص عمل غلطة، حصل ايه للكوال ده كله؟ بس احنا مش بنركز في اللحن والهزة عشان هي اهم من المعنى، هي علشان ما ينفعش نفصل، ما ينفعش نبقى بنقدم لربنا ذبيحة تسبيح ومش متفقين مع بعض. يعني في ناس بتزعل من الشمس انهم مدققين قوي في الهزة، لا، هو الهزة دي علشان ما نلخبطش مع بعض، عشان ما يطلعش واحد في النص يقول حاجة غلط. يعني من الحاجات اللي احنا متسلمينها من ابائنا، مش مجرد ان احنا بس يعني مركزين في الهزات، لا، يعني هو احنا علشان نوصل للناس اللحن عشان يستمتعوا بالكلمة. وبعدين موضوع ان هي اي حاجة لازم، يعني لو في اختلاف بين التقليد او ازاي نعرف التقليد ده مظبوط، ان هو لازم يكون ماشي مع الكتاب المقدس. زي ما حضرتك قلت ده بالظبط، ايام ما كانوا بيكانونايز الكتب الاسفار المقدسة، كانوا فعلا بيشوفوا لو في اي حاجة مخالفة لروح الكتب التانية الكانونيكال تبقى دي تستثنى. موضوع canonization of the scriptures، هو الناس فاكرة ان canonization ان كان في كتير شيل دول وخلي دول، لا، احنا ده مسلم لينا ومعانا في ايدينا ومش عايزين ده يخش على ده، فwe canonize it، مش عايزين ده يخش هنا، مش عايزين في المستقبل حد يدخل اي حاجة تاني. فthat's why it was canonized. الكتب القانونية هي الكتب اللي كانت في ايديهم، وفي ناس حاولت تضيف عليها فهم بعدوها وثبتوا ريكانونايزد علشان ما حدش يدخل عليها تاني. مش ان هم يعني ايه عادوا ينقوا،
لا ده مش تبعنا، لا الكلام ده ما حصلش، لان وقال كلام القديس اثناس الرسول اللي هو عامل الكانونيزيشن كان يبقى غلط. مظبوط. طيب اسئله. بخصوص طبعا اللي قلته بخصوص القديس اثناسيوس لما بيقول يعني الشخص ده يبقى مش مسيحي، بولس الرسول قبل حتى القديس اثناسيوس ها قال في حته يعني اذا جاءكم شخص ما اذا جئناكم احنا حتى هو على نفسه اذا جئناكم احنا او شخص اخر او ملاك من السماء ابشركم بغير ما بشرناكم به فليكن اناسيم. ده من قبل القديس اثناسيوس، من قبل القديس اثناسيوس. والتعليم ده اللي هو حفظوه وحفظه الروح القدس. يا جماعه اللي مش مكتوب ده مش مكتوب بايدين الناس، ده عمل الله في الكنيسه. طيب النقطه الثانيه بقى بخصوص الكانونايزيشن، احنا عندنا الاصفار اللي هي البره دي اللي هي احنا كنيستنا بتعترف بيها، ايوه المحذوفه اللي هي اصفار المحذوفه دي وضعها ايه وليه كنايس رفضتها وليه احنا قبلناها عكس الناس اللي هي رفضتها مثلا؟ او طب مين هم اللي رفضوها؟ نعم مين هم اللي رفضوها؟ مش بروتستانت، ما اعرفش كاثوليك بيعترفوا بيها دي، بيعترفوا بيها. لان ابتدت الناس تدرس الكتاب المقدس، ما هو حصل تشك في كل اللي معاهم، وبعدين مارتن لوثر وما اتبعوه حصل فيه شك، والمبدا ديكارتي متهيألي انا اشك أنا أفكر أنا أشك إذا أفكر إذا أنا موجود. فبمبدأ الشك طلع في القرون الوسطى إن لا كل حاجة بشكك فيها. من ضمن الحاجات اللي شككوا فيها إيه؟ سكريبتشرز. طب ليه دي؟ طب ممكن يكون ده غلط، ما هو الكنيسة هم شكوا في الكنيسة الكاثوليكية كلها. وأنا كان معايا واحد صديقي كان بيقول أنا كنت كاثوليكي وبقيت بروتستانتي. بيقول لي علشان برضه شاف حاجات مش عجباني عند الكاثوليك. فقلت له يعني مارتن لوثر ده راجل كان مصلح جميل جدا، وراجل يعني بيعتبره كان قديس يعني، لان هو شاف حاجات كتير غلط وحاول يصلحها، بس هو عمل غلطه واحده، انكر كل تعليم الاباء وتسليم الاباء، وما حاولش يبص على اي كنيسه تانية، هو ركز على كنيسه كاثوليكيه بس، وهو ضد الكنيسه الكاثوليكيه. فطلع بالبرانش للاسف اخواتنا البروتستانت رفضوا الطقس، وابتدى يعمل نفسهم طقس، رفضوا الصلوات المكتوبة، ابتدوا يعملوا صلوات مكتوبة، ابتدوا يعملوا نفسهم ترانيم يصلوها في جامعاتهم على طول، اكتبوا وفي عندهم بيسموا قسيس او معرف قس علشان يبقى في تسلسل وفي نظام، وابتدوا ياخدوا مننا الحاجات اللي كانت موجودة عندنا. بس للأسف هم انكروا تسليم ما حفظه الآباء، مش تسليم ما حفظه الآباء. ولو انكرنا ان الله حفظ كنيسته بروح القدس، يبقى احنا بنقول ان الروح القدس توقف عمله في فتره معينه. المسيح قال معزيا اخر يمكث معكم لقد ايه؟ للابد. وقال لنا كلمه ثانيه، ها انا معكم كل الايام والى، يبقى روح القدس بيثبتنا في المسيح كل الايام لكي نعرف محبه الله الآن. ما اقدرش ان انا انكر الكلام ده، روح القدس يعمل منذ الأزم، روح الرب يرف على وجه المياه قبل الخليقة. ما اقدرش اقول ان روح القدس عمله توقف في فترة معينة في الكنيسة. طب انا هقول بس اشارك معكم حاجة صغيرة، طب ليه الاختلافات؟ ليه ربنا سمح بالاختلاف وسمح بالانشقاق؟ اولا اللي هم النساطرة او الكنيسة الأشورية انفصلت بعد مجمع نيقيا، وما يقولونش مجمع افسس، وبيقولوا على بابا كيرلس عمود الدين مهاتق ما بيحبوش خالص وبيدعوا عليه في صلواتهم، ده اللي هو المجتمع عليه بيجب عليه حتى اخوانته البروتستانت بمجمعين عليه مثلا. وبعدين حصل انفصال في مجمع خلق دنيا، وبعدين الانفصال الكبير اللي حصل بين الكاثوليك والاورثودوكس في 1054. هم على فكره الارقام كلها بتزود 10، يعني 451 1514 1054 451 فافتكرها بالشكل دوت. يعني ليه بقى حصل الانفصال الكبير؟ وليه حصل الانفصال الاولاني؟ ليه احنا ننكر سيدونيا؟ وليه ربنا سمح بيه؟ طب مش يعني زي مثلا ما واحد يختار انه يغلط، ليه ربنا سمح بالغلطه؟ طب هو هل انا غلطان ولا هم الغلطانين؟ نعم، هل انا اللي غلطان ولا هم الغلطانين؟ مين اللي هم انا ننكر سيدونيا ككنيسه ننكر القدونيه، انا اللي غلطان ولا القدونيين هم الغلطانين؟ الاثنين غلطانين في رايي. الناس اللي هي
شتت وانحرفت عن الإيمان المسلم والتعليم الصحيح والوديعة وما حفظوهاش دول غلطانين، واللي سكتوا عليهم أو اللي يعني ما حاولوش إن هم يوقفوهم أو يصلحوهم زي ما عمل القديس أثناسيوس والقديس كيرلس الكبير، دول برضو يعتبروا طيب يعني غلطانين. مش ممكن كده ربنا يتدخل ويوقف الانشقاق ده بروح بعمل روح القدس يوقف الانشقاق اللي حصل؟ حتى لو خطأ بشري، من كل أخطاء بشرية، حتى لو خطأ بشري مش كان ممكن الله يتدخل بروح القدس عشان يمنع الانشقاق؟ ليه روح القدس ربنا بروح القدس ما تدخلش عشان يوقف الانشقاق ده؟ أنا بس تأمل شخصي، مش أقول يعني حاجة، أنا يعني أنا قعدت أفكر في الموضوع كتير. يعني أنا متهيأ لي برضو حاجة شخصية يعني أن ربنا سمح بكده علشان يبقى فيه يعني كنائس مختلفة تحافظ على نفس الإيمان. يعني لو جيت تكلم حد مسلم دلوقتي ممكن لو كانت كنيسة واحدة يقول لك ما انتوا غيرتوا الإنجيل وعملتوا كل حاجة زي ما انتوا عايزين، إنما دلوقتي لما في كنائس مختلفة والكل معاهم نفس الإنجيل ونفس الإيمان وبيؤمنوا المسيح ابن الله وكده. جميل يعني قوي. بالرغم من الانفصال اللي حصل ولكن الكتاب الكلمة الله المكتوبة لم تتغير، دي حاجة جميلة جدا. طب ولو روحنا للطقس، كنت واقف كان في فرح، كنت أنا شغال في شركة هي American Company وعندهم الأونرز جريك، فجوم وقفوا معنا في كان واحد من كنيسة من عندنا بيجوز ابنه، هم مش شمس معنا يعني أو بيجوز بنته، الواحد شمس معنا، فعزم الجريك فاملي يحضروا معنا، وأنا كنت واقف معهم لأن كنت شغال في شركة في الوقت ديت، وعشان كده كنت واقف والشمال سيقولوا أجيوس في الفرح. الراجل بص لي كده، ايه ده انتوا بتصلي باليوناني؟ هو أجيوس على فكره مش قبطي، أجيوس يوناني. فقلنا له انتوا من امتى بتصلي باليوناني؟ احنا من قبل الانفصال بنصلي باليوناني. لو رحتوا الكنائس التقليديه traditional churches اللي هي الايسترن اورثودوكس اورينتال اورثودوكس كاثوليك، كنيسة السرياني، كنيسة الأثيوبية، هتلاقوا فيه طقس ونظام وقداسات وكلام متشابه. اللي يجي شككني في القداس بتاعي ده، احنا كان بيننا وبين الخلقدونيين مصانع الحداد، يعني كان يعني أكتر عدد شهداء حصل في الكنيسة القبطية في تاريخها كان في اسكندرية over 30,000 martyrs على إيد إخواتنا الجريك أرثوذكس. ليه؟ لأن احنا مسكنا البطرك الملكي اللي هو هم عينوا بطرك من عندهم، ما اتفقوش بطرك بتاعنا، حد من عندنا من الكنيسه موته، قال لك بتموت البطرك اللي هو كان الحاكم في نفس الوقت، موته 30,000 واحد استشهدوا على اسم المسيح 30,000 واحد. في بيننا مصانع الحداد، بالرغم ان مصانع الحداد كانت موجوده في التاريخ دي وفضلت موجوده لحد دلوقتي بتبدا الدنيا ايه تقل شويه، بالرغم من ده الاسرار الصلوات القداسات الطقس الكهنوت ما اتغيرش. احد اثباتات ان الكلام ده مسلم بيه بالاباء هو الاختلاف الموجود بيننا دلوقتي. وانا مش عايز اقول مين صح ومين غلط، انا شايف ان انا صح فانا ماشي ورا اللي انا بحبه. انا شفت كل الكنائس الثانيه درستها وشايف ان انا بؤمن بيه عجبني، لو مش عاجبني الايمان بتاعي هات كنيسه ثانيه، بس انا عجبني ايمان كنيسه القبطيه ملتزم بيه. هل معنى كده ان اخواتنا مثلا الجيكو مش يخشوا السماء؟ انا دخلت نفسي في حته مش بتاعتي خالص، او ان هم مثلا مهتقين ومش من ضمن جسد المسيح؟ ما ينفعش اقول الكلام ده خالص، ما ينفعش اقول الكلام ده خالص، لان في منهم قديسين كمان غير متعمقين في اللاهوت، وفي ناس عندنا بسطة ما يعرفوش حاجه في اللاهوت واحسن من 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 اباء كنيسه كبار. فاحنا مش بنقول اختلاف ان ده يخش السماء احنا دخلنا نفسنا مكان ربنا، لا، الاختلاف بالرغم من وجوده وعيوبه البشريه والاخطاء البشريه، ولكن الله سمح به علشان يثبت للعالم على طول ان التعليم المسلم من الاباء التقليد سليم. سؤال تاني. بص انا هقرا دول من الكتاب، من الكتاب نفسه، يعني لو حد عنده كتاب ممكن يبص عليهم صفحه 113 و114. في نقطه مهمه استاذ ميشيل ودكتور محب قالوها برضو على نقطه ان الروح القدس هو اللي حافظ على فكره ان يبقى ما فيش تغيير في الكنيسه، فعملها مع بولس الرسول وعملها مع يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا. مع بولس الرسول قال له خلي بالك هيدخل وناس هيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية وحتى بين الشيوخ الكنيسة نفسها،
سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءه. يعني هو قالها لبولس الرسول خلي بالك هيجي ناس تحاول تشتت التقليد يعني. وبعد كده رجع تاني في سفر الرؤيا وقال له أحد ملاك الكنائس اللي هو كان ماشي كويس قال له كمل علشان أنت ماشي كويس وكمل. وقال له واحد تاني أنت بينكم النقلونيون اللي هم كانوا مبدعين وأنا مش بحب وأنا هنزل لكم بسيف من نار وأحاول أجز الناس دي. فهو الضامن الأساسي أن الروح القدس والله نفسه كان بيحاول يحافظ على الإيمان المسلم. جماعة احنا بنتكلم على التقليد، احنا مش بنتكلم على التقليد والتسليم، احنا بنتكلم على عمل الروح القدس في حياتنا او في حياة الكنيسة منذ البدء. ما اقدرش انكر التقليد، ما ينفعش افصل التقليد المنقول عن التقليد المكتوب. التقليد المكتوب اللي كتبه الروح القدس، كتبه ناس الله، ده التقليد اللي هو قاعد بيننا، اللي هو كتابنا المقدس. وكنيستنا القبطية الأرثوذكسية جميلة جدا، لما نيجي نقرا الانجيل بنعمل ايه؟ قفوا لسماع الانجيل المقدس، في احترام لكلمة الله المكتوبة اللي كتبها أناس الله مسوقين بروح القدس. كنيستنا القبطية من الأول حط قيمة كبيرة جدا للكتاب المقدس. مش عايزين الأيام دي الموضوع النقد الكتابي، والناس اللي بينقدوا الكتاب المقدس ياخدونا في سكة مش عايزين نخش فيها. دول بقى هم الذئاب الخاطفة اللي بيحاولوا يخشوا في وسط الحنان عشان يخطفوه. متشكر جدا إنك سمعتوني. شكرا. يعني هقول حاجة بس يعني دكتورة منى سألتها بالنسبة للأسفار القانونية، ده حدث تاريخي وليست له علاقة بالتقليد، لأنه أيام عزرا الكاهل لما لم الأسفار ما كانتش موجودة ولكن ظهرت بعدين، فرفضت من اليهود أنها تنضاف فعملوا لها لوحدها يعني ككتاب لوحده اللي هو الأسفار القانونية. حتى سمعان الشيخ ساعة الترجمة السبعينية برضو حافظ على التراث ده والعهد ده من أيام عزرا، فترجم الـ كل الأسفار لوحدهم والأسفار القانونية لوحدها. دي حاجة. بس أنا عايز أضيف حاجة صغيرة خالص بالنسبة للتقليد في العهد الجديد. التقليد أنت قلت إن هو غير قابل للتطوير أو تسليم، غير قابل للتطوير أو حاجة. لا مش بكلم على اللاهوت، لكن انا اقول التسليم عشان برضو احنا ما نتلخبطش، انه القداس اللي احنا بنصليه دلوقتي لو احنا عندنا تسجيل مثلا من قداس في العصر الرسولي او في سنه 200 ميلاديا، ما كناش هنلاقي فيه القرايات ولا السنكسار ولا المجمع ولا قانون الايمان ولا الحاجات دي كلها. لكن فانا بقول يعني التسليم هو البذره اللي احنا حافظنا عليها من ايام الرسل. يعني ايام الرسل كان بيجتمعوا للصلاه والشركه وكسر الخبز وكان بيتناولوا، فهم كانوا بيصلوا ايه احنا ما نعرفش، لكن اكيد في يعني في بخطوطات بتقولهم ان كانوا بيصلوا ايه، لكن الهدف من الاجتماع ده هو كسر الخبز او حياه الشركه بجسد ودم المسيح. فاحنا خدنا الحياه الشركه دي الاساس وبنينا عليها بدون ما نغير في الاساس ده، فاضفنا الاواشي واضفنا صلاه الصلح واضفنا القرايات وجينا في مجمع النقية أضفنا قانون الإيمان وهكذا. فالتسليم بتاعنا تطور مش تطور، إنما ولكن بالحفاظ على الأساس موجود، زي بيت الأسرار، سر الزيجة والمعمودية والتخطيص وسر الميرون والحاجات دي كلها. بس ياخد بالنا من الطقس والإيمان، احنا بنتكلم على التقليد هنا في الإيمان مش في الطقس. أو في يعني الطقس بيتطور بيتغير وموجود، كل بلد بتغني بالمزيكا بتاعتها او الموسيقى بتاعتها. الجريك أرثوذكس عشان يطلعوا شمامسه مرنمين لازم كلهم متخرجين من 4 سنين دراسه ممتازه مزيكا، يعني في شمامسه يطلع يقف هو مش دارس مزيكا، وتلاقوا الكهنه بتاعتهم صوتهم يعني والهارموني اللي بيحصل مثلا هم بيقول خريستوس انستي حاجه كده يعني ايه جميله جدا، وده يعني تحترم فيهم. ده يعني التقليد هو الايمان، الايمان المسلم من الرسل. احنا في الطقس بنوضح الايمان، بنزود جزء علشان نثبت الايمان اللي تسلمناه. مش هتلاقي مثلا هتلاقي القديس اول مثلا قداس اتعمل او احنا نعرفه هو قديس القداس الايه المرقسي اللي هو بيسمى دلوقتي بالقديس بالقداس ايه الكيرلوسي. مين هو القداس الكيرلوسي اللي هو القديس مين كيرلوس؟ هو البابا رقم كام؟
24 بعد مرموس عمل ايه؟ او القديس البسيلي عمل ايه؟ القديس باسيليوس اللي هو مش مصري خالص نزل اديورة الصعيد واديورة وادي النطرون علشان يجمع من عندهم بيصلوا ازاي عشان يعمل قداس البسيلي مثلا. فكان في قداسات كتيره جدا جوه مصر، بس حتى جوه الكنيسه القبطيه قداسات كتيره جدا، 50 قداس مثلا. الكنيسه الاثيوبيه متهيألي عندهم اكتر من 17 قداس. فالطقس هو يعني ما ينفعش احط حاجه في الطقس تتعارض مع التقليد، ما ينفعش ازود حاجه في الطقس تتعارض مع التقليد. يعني مثلا كان طريقه الصلاه في اسبوع الالام ان كانوا بيقروا العهد القديم كله في اسبوع الالام، يقعدوا في بيتهم يقروا العهد القديم. قال لك دلوقتي ما فيش وقت ان احنا نقرا العهد القديم ولا العهد الجديد، نعمل ايه في القرن ال11؟ نعمل اسبوع البصخه، صلاه الصبح وصلاه بالليل والناس تروح الشغل. حتى تلاقوا في التفسير يقول لك لان الناس بيعملوا مع الامراء والملوك و ما عندهمش مش قادرين ياخدوا اليوم كله اجازه، فعملوا الصبح من 6 ل 9 ومن 6 ل 9 بالليل. ده ممكن نسميه تقليد وليس او تسليم، بس ليس تسليم ايماني، تسليم تطبيقي. ماجد كنت عندك سؤال بس انا اسف انا نسيت. طيب خلاص ماشي، طيب شكرا، خلاص شكرا دكتور.